نقابة الصيادلة في القليوبية نظمت معرض المهرجان السادس للإبداع الصيدلي في الأوبرا، والمعرض تضمن أعمال فنية تشكيلية وأشغال يدوية لأكثر من 50 فنان صيدلي. خلينا نشوف هذا الإبداع من خلال التقرير ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. عليكم في كل مكان، موجودين معاكم من داخل دار الأوبرا المصرية وبالتحديد معرض المهرجان السادس للإبداع الصيدلي، واللي بتنظم تحت رعاية نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية، وده عشان نتابع أعمال فنية تشكيلية ومشغولات يدوية لأكثر من 60 فنان صيدلي، وعشان نعرف تفاصيل أكثر تعالوا معانا في الجولة دي. الناس واخده عندهم فكره ان هم بتوع دواء بس، لا، احنا عندنا صيادله مبدعين جدا لهم فكر رائع جدا ككتاب، اذا كان ادب او اذا كان شعر، في فنون تشكيليه، في حاجات مصنوعه بالايد، فده فكر بنحاول نرسخه عند الناس ان احنا عندنا هوايات تانية نقدر ننميها، مش بس العلم، علشان نقدر نوصل ان الصيادله مشاركين في الخدمه المجتمعيه في حاجات كتيره جدا. انا اتشرفت ان انا جيت النهارده وشايف حاجات كويسه قوي، لانها بتعبر عن جوانب اخرى في الانسان عموما، يعني مش لازم يبقى الصيدلي ده، ما المفروض يبقى عنده برضه جانب انساني، فلما يطلع في شكل فن سواء رسم او موسيقى او مثلا فن تشكيلي او كذا، اي نوع من انواع الفنون او شعر او ادب، اعتقد ان دي تبقى حاجه مكمله لطبيعته كصيدلي، وبتكمل حتى الجانب الانساني. بحب الفن وحبيت اجمع الصيادله في بوتقه واحده، اسست لجنه وكنت صاحبه فكرتها من 2017. اللجنه اتعملت في النقابه العامه، عملنا كذا فعالية، بعد كده بدأوا يدرجوا اللجنة من جمالها يعني في الاتحاد السيد العرب، وبعدين أدرجوها في شعبة المبدعين العرب جامعة الدول العربية، وبعد كده الحمد لله بنحاول إن احنا نجمع الصيادلة مع بعض ونصدر للمجتمع صورة إن الصيدلي إنسان زي ما هو عنده بيعني بصحة الجسد، هو برضو إنسان مبدع يعني. الإبداع ملوش مهنة ولا سن ولا وقت. أنا كان عندي شوية ميول فنية كده من زمان، بس قرب بقى ما ابتديت يعني أطلع معاش أو كده، ابتديت بقى أفكر إن أنا أعمل لي هواية، يبقى عندي هواية جنب إن أنا كنت بشتغل في مصانع أدوية وكده، ووصلت لمدير مصنع، فحبيت بقى ابتديت افتكر بقى الموزايك، وكنت بشوفه لما بسافر بره وكده، فعجبني بصراحه، لانه في عمليه كونستراكشن شويه، ان احنا الحاجه بتبقى مبسطه هاند ميد من الاول للاخر، الواحد بيعمل فيها شغل كتير، بالاخر بتطلع قطعه فنيه. انا كاتبه ومشاركه بروايتي السعاده الناقصه، وليا كتب حاليا مجموعه قصصيه. هو شيء جميل جدا ان يكون في مهرجان بيجمع كل الصيادله، خصوصا الناس اللي ليهم ابداعات. المعرض هنا في ناس بترسم كويس جدا، في ناس عندنا شعراء، ناس ادباء، فان احنا نتعرف على بعض ده شيء قوي، وده غير كمان ان احنا بدانا نتعرف على بعض، فنقدر ان احنا بعد كده يبقى في مشاركات اقوى. نيجي في اسكندريه عايزين نعمل ده ونكبر دوت على نطاق اوسع، فانا بقيت عارف صيادله بيعرفوا يرسموا، وعارف صيادله بيعملوا شعر كويس، وهكذا.